مرحبا وأهلا بكم متابعين الأعزاء في موضوع جديد نتعرف فيه على معلومات وأعمار أبطال مسلسل أسود فاتح 2020. الفنانة هيفاء وهبي تؤدي دور رانيا خطاب. بعد غياب عامين عن الدراما، تعود هيفاء وهبي إلى الشاشة بمسلسل أسود فاتح، حيث كان آخر عمل درامي لها شاركت فيه هو مسلسل لعنة كارما الذي عرض في عام 2018. ولدت الفنانة هيفاء وهبي في 10 من شهر مارس لعام 1976 من أب لبناني وأم مصرية في جنوب لبنان، وتبلغ من العمر 44 عاما. ولها ثلاث شقيقات، هناء وعلياء ورولا. ورولا أختها من جهة والدتها، وهيفاء لها ابنة وحيدة هي زينب فياض. الفنان أحمد فهمي يؤدي دور خالد نعمان. أحمد فهمي ممثل ومغني مصري من مواليد 17 من شهر مارس لعام 1978، يبلغ من العمر 42 عاما. بدأ حياته الفنية كعازف لآلة الكمان في فرقة عمرو دياب، ثم مطربا في فرقة واما، معتمدا على موهبته الغنائية ودراسته في الكونسرفتوار. هو متزوج من أميرة فراج ولديه ولدان هما عمر وحسن. الفنان معتصم النهار يؤدي دور راغب. ولد الممثل السوري معتصم النهار في السعودية، وتحديدا في مدينة الرياض، في 6 من شهر ديسمبر لعام 1984، يبلغ من العمر 35 عاما. الفنان معتصم النهار متزوج من لين برنجكشي، ورزق منها بابنته الأولى ساندرا. الفنان عمر السعيد يؤدي دور عمر المحامي. ممثل مصري من مواليد القاهرة من مواليد عام 1986، ويبلغ من العمر 34 عاما. الفنان عمر السعيد مع عائلته ووالدته المحجبة. الفنان خالد الشيوي يؤدي دور عرفة. ممثل شاب بدأ مشواره الفني كهاوي في العديد من الأعمال الفنية المستقلة، مسرح وسينما، إلى جانب عمله كمهندس ميكانيكا. الفنان خالد الشيوي مع خطيبته. الفنانة رانيا منصور تؤدي دور آية. ولدت الفنانة رانيا منصور في محافظة الجيزة، وكان ذلك في يوم 21 من شهر مايو لعام 1986، حيث أنها تبلغ حالياً من العمر 34 عاماً. الفنانة رانيا منصور مع شقيقتها التوأم نورهان منصور. الفنان فراس سعيد يؤدي دور شهدي الجيار. ولد الفنان في 14 من شهر أبريل لعام 1966 لأبوين سوريان، ويبلغ عمره 54 عاما، يحمل الجنسية الأرجنتينية، وبحكم عمل والده تنقل في بلاد كثيرة وعاش أغلب حياته خارج الوطن العربي، ثم انتقل إلى مصر قبل 20 عاما، وتزوج من سيدة مصرية ولديه منها طفلان. الفنان شريف سلامة يؤدي دور سيف خطاب. ولد الفنان شريف سلامة في 12 من شهر يوليو لعام 1979، يبلغ من العمر اليوم 41 عاما. شريف سلامة متزوج من الممثلة المصرية داليا مصطفى، وأنجب ثنائي ابنهما سليم وابنتهما سلمى. الفنان صبري فواز يؤدي دور أشرف المحامي. ولد صبري فواز في 22 من شهر نوفمبر لعام 1968، يبلغ من العمر اليوم 51 عاما. تزوج صبري فواز من السيدة عزة موسى بعد قصة حب كبيرة، وله ابن اسمه مروان وابنة اسمها صبا. الفنان ناصر سيف يؤدي دور زاهر.
ناصر سيف ممثل مصري من مواليد 17 من شهر نوفمبر لعام 1960، يبلغ من العمر 59 عاما. الفنان حسام الجندي يؤدي دور حسن. ممثل مصري ولد في 29 من شهر مايو لعام 1981، يبلغ من العمر 38 عاما، وهو متزوج من الممثلة والإعلامية التونسية منال الحمروني. الفنانة نانسي صلاح تؤدي دور هبة. نانسي صلاح هي ممثلة مصرية تخرجت من كلية إعلام في جامعة القاهرة، وشاركت في عدد من المسرحيات لدى مسرح جامعة عين شمس. الفنانة سلوى عثمان هي ابنة الفنان عثمان محمد علي، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ودخلت في المجال الفني والسينمائي في عام 1979. ولدت سلوى عثمان في 29 من شهر فبراير لعام 1960، وتبلغ من العمر 60 عاما. الفنانة ميرا دياب تؤدي دور ياسمين. ممثلة مصرية من مواليد شهر يوليو، ولدت في القاهرة ودرست التمثيل في أكاديمية الفنون للمعهد العالي للفنون المسرحية، وهي متزوجة من المخرج كريم العدل. الفنانة روجينا تؤدي دور نجلاء سعد. الفنانة روجينا ممثلة مصرية من مواليد 16 من شهر أبريل لعام 1973، تبلغ من العمر 47 عاما. تزوجت وهي بسن صغيرة من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، ولديهما ابنتان مايا التي دخلت مجال الإخراج، ومريم. الفنانة حنان سليمان تؤدي دور والدة خالد. ممثلة مصرية واسمها الحقيقي حنان حسن سليمان أبو عوف، من مواليد 22 من شهر أغسطس لعام 1960، تبلغ من العمر اليوم 60 عاما. الفنان نبيل نور الدين يؤدي دور خطاب بدر الدين. نبيل نور الدين ممثل مصري من مواليد 1 يناير لعام 1951، يبلغ من العمر 69 عاما. الفنانة ميريت عمر الحريري تؤدي دور طبيبة آية. ميريت عمر الحريري ابنة الفنان القدير الراحل عمر الحريري، من مواليد 17 من شهر مايو لعام 1961، تبلغ من العمر 59 عاما. الفنانة لاشينا لاشين تؤدي دور المربية. ممثلة مصرية ولدت في 2 من شهر أكتوبر لعام 1967، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الثمانينيات، وتبلغ من العمر 53 عاما. الفنان أحمد الشامي يؤدي دور رأفت. مطرب وممثل مصري شارك في تأسيس فريق واما الغنائي لعام 1999، من مواليد 12 من شهر سبتمبر لعام 1979، يبلغ من العمر اليوم 41 عاماً.